السلام عليكم. على الرغم من وجود صحافة حرة جعلت من الكويت بشهادة القريب والبعيد أكثر الأنظمة نبضاً بالحياة في المنطقة، إلا أن البعض يرى بأن الإعلام لدينا بات ضحية لنواب ووزراء يستغلونه للتضييق على الإعلام نفسه. فهل نعتبر الإعلام الكويتي ضحية أم جلاد؟ حقوق الإنسان التي هي دليل الحضارة والرقي الإنساني، أين نحن من هذه القيم في الكويت؟ ألا يكفي أن كبرى المنظمات الحقوقية اعترفت بأن ملف حقوق الإنسان في الكويت شهد تحسناً كبيراً في الآونة الأخيرة؟ أم أن ملف حقوق الإنسان لا زال يحتاج إلى إصلاحات كبيرة؟ العلاقة مع دول الجوار، هل ما يصرح به بعض النواب في شأن السياسة الخارجية مجرد تهييج شعبي لتحقيق مكاسب انتخابية وبطولات زائفة، أم هو نابع من الخوف على مصلحة الكويت؟ الإرهاب، هل يمكن القضاء عليه بالأسلوب الأمني فقط، أم نحتاج أولاً إلى تغيير الثقافة؟ هذه الموضوعات وغيرها ستكون محور نقاش لهذه الليلة من برنامج بين السطور مع ضيفي أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت الدكتور شملان العيسى، فأهلاً وسهلاً بكم. الدكتور شملان العيسى، المولود في العام 1944 في المنطقة الوسطى حي الجناعات في رجل الشيوخ، والده مفتي الديار الكويتية وقاضي القضاة المغفور له الشيخ يوسف بن عيسى الجناعي. دكتور شملان زميل ورئيس وصديق، تعرفت عليه منتصف السبعينات، ومنذ تلك المرحلة كنا أصحاب وأصدقاء، فالعلاقة الحقيقة علاقة زمالة وعلاقة عائلية. ليبرالي علماني كويتي عنصري، كما يحلو له تصنيف نفسه، تصنيف يضعه في آخر سلم التحولات الفكرية والحزبية التي رسمت مسيرة وحياة الدكتور شملان العيسى، تحولات جعلته يعتبر مسألة فصل الدين عن السياسة قضيته الكبرى، مما جعل الكثيرين يخاصمونه بل ويذهبون بعيدا في استصدار الفتاوى ضده. لكن الدكتور شملان العيسى أعلنها صراحة أنه لن يتوقف، فهو يجهر بكل ما يعلم، وربما كانت هذه هي المشكلة. دكتور شملان العيسى يتصف بالعفوية، بالطيبة، بالبساطة، بالتواضع. الدكتور شملان العيسى الذي تلقى تعليمه الأكاديمي في الولايات المتحدة، والذي أصبح بعدها أستاذاً للعلوم السياسية في جامعة الكويت، استطاع أن يحقق الحلم الذي عاش معه طويلاً، وهو إنشاء مركز دراسات استراتيجية، لكن سرعان ما اكتشف أن هذا الحلم لم يكن سوى أضغاث أحلام بعد سلسلة من الصدمات التي واجهته أثناء توليه رئاسة المركز، سواء من نزع استقلاليته أو من تسلط الإدارة الجامعية على قراراته كما يقول. عندها جمع العيسى أوراقه ورحل. دكتور شملان طبعا في التدريس علاقته متميزة مع الطلبة، محبوب من الطلبة، بس متشدد ملتزم، يسعى دائما أن الطلبة يستفيدون من محاضراته. هو كاتب صحفي ومحلل سياسي، تشعرك كتاباته على الدوام وكأنه ضد الجميع، فهو ينتقد الحكومة التي يراها تنقاد للشارع، والشارع الذي لم يحسن اختيار نوابه، والنواب الذين اختطفوا الشارع والحكومة. وفي الوقت الذي نراه يوجه سهام نقده اللاذعة للتيار الديني، نجده يهاجم زملائه الليبراليين الذين يراهم العيسى ما بين حكوميين أو متاجرين في الليبرالية لمصالحهم الخاصة. معروف محليا وإقليميا ودوليا لها رؤى وأفكار وتصورات في كثير من القضايا الكويتية، وخاصة في قضايا الشرق الأوسط. في السياسة الخارجية لا ينطلق العيسى من منطلق عاطفي ولا مثالي كما يقول، وإنما من الواقع، فهو يرفض بشكل تام ما يصفه بالمزايدات السياسية الرخيصة من قبل البعض، والتي تؤدي لتأليب دول الجوار على الكويت.
لكن الدكتور شملان العيسى الذي كتب وحلل وبحث ودرس خرج في نهاية المطاف بعد هذه المسيرة الطويلة بنتيجة واحدة مفادها أنه سيظل متشائما حتى ينطبق القول على الفعل ويصبح للجميع رؤية شاملة لمصلحة الكويت. أحييكم من جديد أعزائي المشاهدين في هذه الحلقة من برنامج بين السطور. دكتور شملان، أبدأ من الجار العراقي. كان لك يعني مقالة تكلمت فيها عن بعض المشاحنات اللي كانت تصير الإعلامية في الجانبين الكويتي والعراقي اللي كان يقومون فيها بعض النواب في الجانبين، وذكرت بأن التهييج الشعبي من قبل بعض السياسيين، بعض النواب هناك تهييج شعبي من قبل بعض السياسيين، وهناك بعض النواب هنا وهناك يرغبون من ذلك مكاسب شعبية وبطولات زائفة. صح، صحيح الأمر اللي ما نعي حنا بالهجوم على العراق، أن العراق الحر اليوم عندهم نواب أحرار مثلنا يصرحون أي كلام، ما يهمهم الحكومة لا موران صدام ولا رقابة. فلذلك خلي بالنا لخصوص الإعلام بالعراق، أقوى من إعلامنا. أنا نقول كلمة هم يقولون مية. ليش؟ لأن العراق حضاريا أقوى منا، والله اتصالات واسعة جدا، وطلع امتداد قومي عروبي طوال السنين، وانها منظور الإنساني أكثر. فالكويت بلد مقلق، تويت إذا تنفس بدنا تهجم على العراق ونوابه. لكن كأنك دكتور قاعد تلقي باللائمة على الجانب، على يعني جانب بعض النواب الكويتيين، في حين أن هناك بعض التصريحات الاستفزازية قاعد تطلع من الجانب العراقي أيضا. لا احنا مو بس الجانب العراقي، مو بس العراق هاجمنا، أردن هاجمنا، هاجمنا بعض الدول، حتى مصر هاجمنا، ما خلينا أحد. شوي شوي يا جماعة، إن بلد صغير يجب أن نحافظ على علاقاتنا الطيبة مع جميع الدول. إيران أحد يهاجم إيران؟ ذمتك هالأيام وقتها حبكت عماننا شقلة، أنت هاجم إيران كبرى؟ خل إيران يقول لي أنا متعامل. فرنسا تهاجم على موضوع النقاب زين، تقول لي اللي منعون النقاب منعون بالكويت ولا فرنسا؟ من فرنسا أنت شكو؟ لأن أنا يمكن ساذج ما أعرف شيء بالسياسة، إحنا شكو دخل فرنسا نواب مجلس أمة حد من منطقتهم، وأنا أقول لك فهميتهم بالعلف وشوف الحيوانات أكثر من الخصائص الخارجية. عيب عيب، قد يكون هناك قصور ولكن ما نقدر نقول لا عيب. أنا أقول لك عيب نهاجم على الدول اللي أكبر منا، دول عظمى، دول أكبر، إيران فرنسا والعراق وغيرها من الدول. شنو الأسباب اللي باعتقادك أنها قاعدة تخلي بعض النواب وبعض وسائل الإعلام قاعدة تتهجم على بعض دول الجوار وبعض الدول الصديقة اللي موجودة الآن في العالم؟ الله يهديهم يتكلمون لمناطقهم، حتى مناطقهم. الله شفت نائبنا شب على فرنسا، شب على إيران، دعا بطرد السفير الإيراني، يسكر لسان النائب العراقي طويل اللسان، وقعدوا مدوانية يتفاخرون بما يدرون انها سمو الامير والوزارة الخارجية تحاول كل طريقة ترضي الدول هذه حتى يصيرون معنا. يعني على طاري يعني سمو الامير، هناك يعني رسالة اوصلها سمو الامير الى النواب بان موضوع خصوصا فيما يخص في الجانب العراقي، موضوع الديون، موضوع علاقات مع دول الجوار، هذه يجب ان تكون بمنأى عن اي يعني مناكفات سياسية تصير بين الجانبين الكويتي، ولكن قاعد نشوف ان هناك البعض لم يلتزم بهذه الرسالة. صح، سمو الامير ما قصر كل القضايا حتى القضايا الداخلية. يا جماعة هدوا شوي شوي، مو كذي بس. يبدو لي النواب لا يصور النفس الحين حملة انتخابية وياي انتخابات وروح جهلة بأبسط مبادئ الديمقراطية. أنت ذكرت يعني في واقع النواب، في بعض النواب، أنك اكتشفت أن الكل في الكويت بما فيهم النواب باتوا خبراء في السياسة. يعني خبراء إيه خبير؟ أنا عالم سياسة ما جرأ. أنا جرأ أنتقد إيران، دولة يمنى جارة كبيرة وقوة عسكرية هائلة، شوي شوي علينا.
طيب انت يعني في احدى مقالاتك يعني تحدثت عن احد النواب العراقيين اللي تهجم على الكويت، ولكن ذكرت ايضا ان لازم هذا ما يكون مبرر لنا نحن في الكويت من قبل نوابنا انه يهاجمون كل العراق. في النهايه العراق دوله شقيقه وجاره موجوده الى جانبنا، لازم ما نعادي الجار العراقي. الكلام اللي قال احد النواب مع الاسف كلام بذيء محق، ما يجوز يقوله لاخواننا واشقائنا بالعراق. مهما يكون الكلام قال اي نائب كويتي او عراقي، هالمعنى ما نجر الشعوب. وذكرت ايضا انك انت طلبت من النواب عدم استغلال ما يحدث سواء في الصعيد العلاقه مع العراق لتسجيل انتصارات سياسيه وهميه لكسب مصالح شعبويه. طبعا هم كل قلت لك يخاطبون الشارع، يخاطبون ربعهم. الشارع من يقول الشارع عدل؟ الشارع يوديك بداهيه، الشارع يدخلك عاطفي. انت ذكرت عاطفي ولا اكو دوله بالعالم تدار من قبل الشارع؟ راح يوديك بداهيه. هذول الشارع الاهواء مجازات مختلفه. انت لاي بلد طيب هناك نسبه من الوعي موجوده في الشارع الكويتي، وبالمناسبه احنا عندنا الان يعني عندنا 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 مجموعه من المداخلات من قبل بعض الاخوان حول هذا الموضوع تحديدا اللي تكلمت عنه. خلينا نشاهد هذا التقرير دكتور ونرجع نكمل حديثنا معك. اوكي. في الوقت الاخير قاعد نلاحظ تصريحات بعض النواب حول سياسه الكويت الخارجيه، وهذه باعتقادي جدا سيئه. والله تدخلات النواب انا اشوف يعني انه يفترض إن من النائب كونه وصل للبرلمان انه يكون في عقليه اهله انه يعني ما يسبق الاحداث، كنت ما تصرح فيها او يعني تتهم دوله معينه طالما في طور التحقيقات. يعني اذا تعدت موضوع التحقيقات وبانت المساله من الجهات الرسميه، اعتقد ان في جهات رسميه خاصه ممكن تتكلم باسم البلد. بعض النواب نرى منهم نوع من الفظاظه او الخروج عن الحد المألوف او التجاوز على السلطه التنفيذيه ودور السلطه التنفيذيه. احنا مع ان النواب يرغبون، مع ان النواب يشرعون في مختلف القضايا، ولكن احيانا يصير في تسرع، احيانا يصير في كلام لا يجب ان يقال علنا او في امام وسائل الاعلام او امام الجمهور لمجرد الكسب الانتخابي، لمجرد كسب عاطف الناس. في قضايا حساسه، في قضايا ام دوله لازم يتمهل فيها النائب قبل لا يصرح، قبل لا يتكلم عن شيء. بالنهايه الجميع تجمعهم الكويت، والكل يحب الكويت، والكل بيخاف على مصلحه الكويت، كل واحد يشوفها من زاويه مختلفه نعم، ولكن كلهم متفقين على حب الكويت، والتمهل هذا جزء من العمليه. المفروض هو كسياسي كنائب يتمهل قبل لا يتكلم، قبل لا يقول أي شيء، ينتظر النتائج كاملة بعدين يصرح يقول.